مساء الجمعة الماضية. أكيد في تفاصيل تانية وفي كواليس تانية. هنروح على طول إلى فندق إقامة الأهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي واللي عايش الحدث النهاردة من مقر إقامة فندق النادي الأهلي. مساء الخير يا توفيق. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. آخر الأخبار عندك، الفندق أكيد الدنيا هادية خالص، الفرقة بعيدة عن صخب الاستاد وصخب العاصمة في القاهرة، فآخر الأخبار والترتيبات وموعد تحرك الفريق إن شاء الله إلى استاد القاهرة. والنهاردة وانت بتتكلم مع اللعيبة او حتى لما شفت نظراتهم، ابتسامة، تفاؤل، يعني الاجواء عندك كده طمنا اول باول. في البدايه محمد، يعني على بركه الله نهائي دور ابطال افريقيا مباراه الذهاب 90 دقيقه في غايه الاهميه زي ما قال مستر كولر المدير الفني للفريق. 90 دقيقه هم اللي يفتحوا لنا 90 دقيقه الثانيه باذن الله في مباراه العوده الاحد المقبل ان شاء الله في مركب محمد الخامس بكازابلانكا. زي ما انت قلت يا محمد، دي عاده النادي الاهلي، كل الفريق، انا كنت سامعك في المقدمه، كل الفريق على قلب رجل واحد، سواء انت داخل قائمه ال 20 لاعب اللي هيلعبوا المباراه او كمان خارجها، الهدف واحد وهو الفوز باللقب الافريقي وتحقيق البطوله ال 11 باذن الله في تاريخ النادي الاهلي. الاجواء بقى يا محمد زي ما انت بتتكلم واكيد شفتها في مباريات كتيره جدا ونهائيات وما اكثرها من نهائيات، يعني بتتكلم ان احنا بنلعب ده النهائي الرابع على التوالي وكلاكيت تاني مره طبعا امام الوداد المغربي، حاله تامه من التركيز يا محمد زي ما انت قلت بالظبط، فصل تام عن كل الاجواء اللي خارج مقر الاقامه هنا، تركيز في ال 90 دقيقه بشكل كبير جدا، اجتماعات ما بين الجهاز الفني واللاعبين، ما بين اللاعبين وبعضهم، اللاعبين طبعا الكبار لهم يعني دور كبير جدا مع بقيه اللاعبين، اتكلموا عن اهميه هذه المباراه، الهدف الوحيد اللي الاهلي بيلعب عشانه يا محمد تحقيق نتيجه ايجابيه باذن الله النهارده تفتح لنا باذن الله ال 90 دقيقه الثانيه، زي ما مستر كولر قال واكد احنا مباراه من شوطين، 90 دقيقه هنا في القاهره، 90 دقيقه ثانيه في كازابلانكا، ان شاء الله نكون موفقين في المباراتين سواء هنا او هناك، وان شاء الله النهارده يعني زي ما بيقولوا كده ناخد خطوه كبيره يا محمد تحقق لنا ان شاء الله جزء كبير جدا من حلمنا وحلم كل جماهير النادي الاهلي وهي البطوله ال 11 باذن الله. الوجوه كل اللي عليها تصميم، اصرار، تركيز، وطبعا بتفاؤل وثقه بالنفس. انت بتتكلم في فريق اخر 7 سنين لعب 6 نهائيات يا محمد، النهائي الرابع على التوالي، فاعتقد انت اكتر يعني كل جمهور النادي الاهلي عنده ثقه زي ما لعيبه النادي الاهلي عندها ثقه في نفسها ان شاء الله النهارده يقدموا اداء اكثر من رائع، يعملوا كل اللي عليهم، كل ال 11 يعني ال 11 لاعب اللي هيكونوا موجودين الملعب النهارده، يعني اللي اقدر اكده لك مفيش لاعب فيهم هيبخل بنقطه عرق واحده، كل واحد هيلعب من اجل تيشيرت النادي الاهلي ومن اجل اسم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله ان شاء الله التوفيق يكون معانا وان شاء الله نحقق يعني نتيجه تكون باذن الله يعني خطوه كبيره جدا في تحقيق اللقب باذن الله. يمكن الفريق النهارده بقى محمد، يمكن زي ما انت قلت الفريق على طول من بعد سيراميكا كليوباترا كان الاعداد على طول للمباراه، يمكن يوم واحد بس اجازه يوم الاربعاء، بعد كده خميس الجمعه طبعا كان التدريب الرئيسي للفريق، وبعد كده دخل معسكر مغلق، يمكن على طول الفريق امبارح اختتم استعداداته على استاد القاهره، وكان طبعا المؤتمر الصحفي للفريقين، ومن بعدها والفريق يعني خلد للراحه بشكل تام هنا في فندق الاقامه، يمكن على طول كمان الفريق بدا يومه مبكرا يا محمد، يمكن الفطار كان الساعه 10:30، بعد كده فتره الاكتيفيشن كانت الساعه 12، الغداء يمكن منتهي منذ دقائق قليله، الغداء كان في تمام الخامسه ان شاء الله يعني دقائق قليله، وكمان هيكون المحاضره الفنيه اللي هيضع فيها مستر مارسيل كولر اخر النقاط، وان شاء الله يكون موفق في كل حاجه هيقولها اللاعبين، واللاعبين كمان تكون موفقه على ارضيه الملعب في تنفيذ كل اللي يقوله الجهاز الفني، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى التحرك مباشره لاستاد القاهره الدولي، واعتقد ان لعيبه النادي الاهلي هتلاقي احسن استقبال من جمهور النادي الاهلي العظيم اللي اكيد هيكون الدعم الاول واللي هيحتضن الفريق وهيكون داعم ومساعد جدا للفريق النهارده في تحقيق اهدافه، وهيخلي كل لاعب يحقق يعني مش بس 100% من مجهوده، لا اكتر كمان 100%، وان شاء الله كلنا النهارده يا محمد جمهور النادي الاهلي في الاستاد وجمهور الاهلي امام الشاشات وفي كل مكان في العالم النهارده تكون ليله سعيده، وجمهور النادي الاهلي يكون فرحان ومبسوط، وتكتمل الفرحه ان شاء الله الاحد القادم بتحقيق اللقب ال 11 يا محمد. التحرك كده هيكون الساعه 7 يا توفيق. هو التحرك على طول مستر مارسيل كولر عقب انتهاء المحاضره على طول بيكون التحرك، فهو التحرك الطبيعي حسب البروتوكول المعمول من الاتحاد الافريقي هيكون الساعه 7، اعتقد مستر مارسيل كولر بيحب دايما يعني بص محمد ما بيحب مش في ميعاده، لا بيبقى حابب ان هو يخلص كمان التاسكات اللي وراه قبل ميعاده كمان، فاعتقد ان احنا التحرك هيكون على 7 ل 5 7 ل 10 بالكثير جدا، يمكن سيوله مروريه كمان واحنا قادمين على هنا على فندق الاقامه، فاعتقد يعني من فندق الاقامه لاستاد القاهره باذن الله مش اكتر من ثلث ساعه باذن الله ونكون داخل استاد القاهره عشان بقى نتمتع بجماهير النادي الاهلي اللي طبعا اكيد كلكم متابعين السوشيال ميديا شكل اكثر من رائع ولوحه فريده جدا بيرسمها جمهور النادي الاهلي كعادته، وان شاء الله النهارده يكون اللاعب رقم واحد، وان شاء الله النهارده يكون له دور كبير جدا مع اللاعبين في تحقيق ان شاء الله الخطوه الاولى، ونستنى ان شاء الله الخطوه الجايه ان شاء الله يوم الاحد، وان شاء الله النادي الاهلي يكون بطل افريقيا للعام للمره ال 11 باذن الله، خاصه ان زي ما انت شايف يا محمد جمهور النادي الاهلي
يعني مش هيقبل باقل من انه يكون في كاس العالم للانديه الموسم الرابع على التوالي. يمكن ربنا كفانا وكنا موجودين في كاس العالم السنه اللي فاتت برغم عدم فوزنا بالبطوله، ان شاء الله السنه دي نكون موجودين وجماهير النادي الاهلي تكون فخوره بفريقها في كل مكان، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد باذن الله. والله توفيق بيني وبينك. انت لو بتتكلم على كاس عالم انديه ده انت كمان ممكن كمان يكون في سوبر افريقي في السعوديه، يعني تخيل انت الجماهير الاهلاويه في السعوديه لما الاهلي يا رب يا رب باذن الله يجي لها مرتين مش في مناسبه واحده، الناس تتوقع ممكن تكون مناسبه واحده كاس عالم انديه، لكن تتخيل كمان ممكن كاس السوبر الافريقي يكون في السعوديه خلال الفتره اللي جايه، فيبقى جماهير الاهلي في السعوديه بقى انت عارف القرنفال هيبقى ازاي، بس ربنا يكرمنا الاول بس في ماتش النهائي ده لان ده هيكون مؤهل لبطولتين مهمين جدا وفي دوله عربيه شقيقه وفي مكان فيه جماهير كبيره جدا وعريضه جدا، فاكيد الفيفا والاتحاد الافريقي هيسعد بفكره ان الشعبيه والجماهيريه دي موجوده في قاره اسيا لفريق جاي من بطوله افريقيا، ففيها تفاصيل كتير نخلي لكل حادث الحديث وقتها ان شاء الله. ولكن يا توفيق انا عايز اتكلم في نقطه ثانيه مهمه، انا اتكلمت على زياره الشناوي وايمن اشرف اول امس وامبارح واجتماع علي معلول والسوليه مع اللعيبه، هل النهارده كانت في زيارات عدد من اللعيبه القدامى موجودين النهارده في الفندق ولا النهارده كامل التركيز فبالتالي الامور كلها مغلقه على اللاعبين للتركيز في مباراه اليوم؟ كامل التركيز زي ما انت قلت يا محمد، ال 21 لاعب اللي في قائمه المباراه هم بس الموجودين في فندق الاقامه، تركيز تام وزي ما قلت لك في فصل تام جدا ما بين يعني اللي خارج اسوار مكان الاقامه هنا الفريق ملوش علاقه بيه خالص، الفريق مركز، الجهاز الفني مركز، اللعيبه زي ما قلت لك بيتكلموا مع بعض في الجزء التحفيزي وكابتن صلاح عبد الحفيظ والجهاز الفني واللاعبين زي ما انت قلت علي معلول طبعا الشناوي طبعا وايمن اشرف عمرو السوليه، كل دي لعيبه كبيره بتتكلم مع اللاعبين، خضوا طبعا العديد من يعني انت بتتكلم في عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، اقل عدد من النهائيات خضوها يا محمد انت بتتكلم في 6 نهائيات وفي ناس خضت نهائيات اكتر من كده كمان، فعايز اقول لك من الجزء ده اطمن جدا، تركيز تام زي ما قلت لك، فصل تام جدا عن مخارج المكان اللي جوه المكان مقفول على اللاعبين بالجهاز الفني، تحفيز تركيز دراسه، يمكن مستر مارسيل كولر يعني اسهب كتير جدا في دراسه فريق الوداد المغربي، اللاعبين كمان اتفرجوا على فيديوهات كبير كل كبيره وصغيره في فريق الوداد المغربي، اللاعبين على درايه بيها شافوها بدل المره 10 وفي محاضرات مكثفه سواء مع الجهاز الفني واللاعبين او كمان اللاعبين مع نفسهم بينهم وبين بعضهم، اعتقد ان شاء الله يعني ينقصنا فقط توفيق ربنا يا محمد، واعتقد النهارده كل جماهير النادي الاهلي هتكون مبسوطه وفرحانه وباذن الله الفرحه الكبيره تكون زي ما قلت لك الحد المقبل باذن الله رب العالمين. باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي والموجود حاليا في مقر إقامة الفريق قبل التحرك إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء الذهاب النهائي دوري الأبطال، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات.